سلام، كيفكم؟ شو الاخبار؟ معكم ايمن تيوبر وخلوده تيوبر وماشا وماشا. واليوم يا جماعه راح نلعب، طبعا شايفين ما بالمدرسه. طبعا اول مره راح نلعب روبلوكس على القناه، فاذا حابين نلعب روبلوكس اكثر اكتبوا لنا في التعليقات. لا تنسوا لايك للفيديو، الكل يعمل لايك واكتب اسمك في التعليقات، اللي بيعمل لايك يكتب اسمه عشان نشكره المره الجاي. شكرا محمد وعثمان وساره، اكثر ناس عملوا لايكات بالقناه المره الماضيه يا جماعه. شكرا شكرا، واشتركوا وفعلوا الجرس. يلا خلينا نشوف ايش في هون بالمدرسه. ايش بتعمل انت؟ شو اللي قاعد تسوي؟ قاعد بترقص يا هي او ها. يلا خلونا نشوف يا جماعه. لا، قبل ما نسوق السياره خلونا نستكشف ايش في داخل المدرسه. مسرح انه مسرح جميل. هيا كيف بدنا نرقص من هون؟ نعم صح؟ اوكي لحظة اشيل لك هاي. يلا لا 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 ما حد يزقف لي ليه؟ يلا خلينا نشوف. واو، تتحدوني اختم الباركور؟ انا بتحداك. انا بتحداك. طيب اللي بيحكي انه ايمن راح يختمها كامله يكتب في الكومنت. اتوقع واللي بيحكي اني ما راح اقدر لها برضه يكتب في الكومنت. اتوقع ما راح تقدر. يلا ويو ما راح تقدر. اوكي ويو ترى سهله سهله. لن تفعلها. ها هاي فعلتها. الثالث اوكي. الرابعة اوكي. الخامسة اوكي. نايس، لكن لا اتوقع. السادسة اوكي. السابعة اوكي. ما لازم المس الحمر ولا كيف؟ نعم لا لا تلمس الحمر. طيب علشان ما نلمس الحمر لازم نلعب بهذه الطريقة. اف 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 اوكي. الحين لا تلمس الازرق. اوكي ما راح نلمس الازرق. ونسوي كده ونبحث عن اشياء موجوده هون. في هون ايمن قوي لكن انا لا اظن بهذه القوه الكافيه. لا حسدتني يا حسود يا حسود. اوف عدوني من البدايه والله حرام. خلاص ما بقدر اروح الباركور. ايمن ندخل كتاب هذا كتاب مش مكتوب فيه شيء. ايش هاي المدرسه الفاشله؟ ها أريد أن أرى ما داخل المدرسة. أيمن انظر. مرحبا يا جماعة، كأني لمحت الجدة قراني أو في حدا مر من هون. نعم أنا. استنوا استنوا نشوف. يا الله مين هذا اللي مر يا جماعة؟ لا أعلم. اكتبوا لي في الكومنت في حدا مر من هون. أيمن فلندخل داخل المدرسة. كأنه جدة قراني أو مش عارف صراحة. أيمن فلندخل داخل المدرسة. هذه الفكرة أعطتني إياها ماش، إنها في الخلف. سكنات بنات، تعالوا خلينا نشوف البنات. سكنات صبايا. هلو تكوني بيستي؟ شو؟ اي صديقات مقربات. كيف بدنا نعمل شغب؟ ايمن خذ هذا السكن حلو. كيف بدي اكتب لها اكون انا بيست معاهم؟ اكتب في الشات. اكتب في الشات. يلا اضرب اذهب الى الشات. وين؟ فوق. أنا بدي سكنات. أخذت شخصية بنتي أيمن. هي إيه ده؟ أنا هنا هنا. كيف أغير نفسي؟ هو نكبس على أي شيء بدك إياه وحتى سكن. لا هذا راح حلو. طيب كيف بدنا نقول للبنات تصيري؟ اكبس على الشات اللي هون مكتوب 55. وين؟ فوق. وين؟ فوق. ما في 55. هاي أيمن فوق. هي. هون؟ آخ لا اللي جنبه. تصيري بستي. وينها؟ اختفيهم. هيا وراك يا ابني. هيا متنتين. تصيري بستي انت. وع ولد انت. ها؟ ايش قالت؟ جد تنمر. تنمر تنمرت عليك. انا اصور يوتيوب.
انا اصور يوتيوب. نعم. ها؟ ابغى بست. انا بست للبنات يا ايمن. اكتب ايمن تيوبر. وش اسم قناته؟ ايمن تيوبر. وراح تطلعون فيها. شو راح تحكي؟ هم والله تنرفز. شو؟ انا ما انرفز. ليه انرفز؟ بطل يمشي هذا ليه؟ في كاتناب. كاتناب؟ كاتناب؟ مين شاف كاتناب؟ اقسم بالله هي كاتناب. انا كاتناب الشرير. يلا بقولهم انا كاتناب الشرير. انا تحكي اسمه ايش؟ كاتناب. كاتناب الشرير. ويا لازم تحكي مياو. هيا فلنذهب الى المدرسة. ليه بطل يمشي؟ لا اصبحت بنت. انا لا اذا بلا كاتناب. انا كاتناب مزور صار. يلا انا كاتناب الان يا جماعة. هيا فلنذهب للمدرسة. هيا سوف نذهب للمدرسة وفي لباس كاتناب الشرير. ماذا سيقولون المدري؟ من هنا من هنا من هنا. يلا 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 يلا. وخالف القوانين. هناك معلم. يا معلم. هاي معلم. خرج. قهوة. كيف بدي اكتب لها؟ بكتب لها انا اعرف اسمي. قهوة. قهوة. معلم تعال. ان المعلم. معلم. ان المعلم خائف. لماذا خاف مني؟ تعال هاي. لا سقط. تعال بلحقك. وقف. المعلم يهرب مني. معلم. معلم. اكتب له. معلم. خائف منك. سوف أخطفك بقول له. هرب 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 هرب. تعال تعال. سوف أخطفكم جميعا. هيا فلنذهب للمقصف. هيا نذهب إلى الملعب. أنا كريستيانو. يا جماعة أنا ما بعرف إيش هون. لازم أجيب جول. نعم. اسمعوا إذا جبت جول الكل يعمل لايك. تمام. يلا. هذه البنت اتحداكي بدي اقولها. كيف؟ البسي لباس كريستيانو رونالدو. اتحداكي. هربت. يلا بجيب جول فيها. بجيب جول في مرماها. خافت منك وهربت. يلا يلا اذا جبت جول بتسولي لايك. لا عارضة. لسه 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 ما طلعت ما طلعت ما طلعت. طيب استنوا بجيب الجول من مكان بعيد عشان ما اغش. يلا يلا يلا. ان الكرة فاشلة. يا جماعة هاي كرة مطاطية. يلا خلينا نجيب الجول من هاي المنطقة. بس لو في شيء هيك بعيدة. لو في مكان هيك انه يشوت. يعني طريقة انه يشوت. ما في؟ لا كذا. طيب نحاول هيك نجيب الجول. يا اصبحت فوق. نعم. خرجت. خرجت. خرجت لاني ما كنت عارف انه هيك راح يصير. كاتناب مخيف. يلا بنجيب جول بال 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 بالمرمى الثاني. يلا شباب. كاتناب شرير والغاوي. يلا ايمن. القوانين. نعم. هذا الازرق لون اللايك والخلف لون الاشتراك. اوكي هذا لون اللايك. يلا يلا نشوف راح يجي لايك. يلا. لا خرجت الخالد. لكن ايمن قوي سوف يعيدها. يلا بنعيد اخر ضربه وبعد هيك راح نروح على مكان ثاني. يلا 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 يلا. اشتراك ولايك. الاحمر اشتراك ولايك. اوكي يلا اشتري اشتراك. اريد الاشتراك. اشتراك. يا اشتركوا اشتركوا شباب. يا حبيبي يا حبيبي. لا اريد لعب الكرة. المشكلة انه ما 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 يشوف. لا اريد لعب الكرة. يطلع ورا الكرة. يعني شوفوا كيف هذا مو منطق. اقسم بالله ايمن لا احب الكره بعد الان. هيا فلنذهب داخل المدرسه ونكتشفها. كاتناب. هيا 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 نذهب ونكتشفها. ايمن فلنذهب لفصل الرسم. يلا انت فنان. نعم.
فوق الدرج هناك. كم صار مدة الفيديو؟ 11 دقيقة. Oh my god. يلا يا جماعة يلا يا جماعة. كيك. أريد كيكة. عيد ميلاد الليلة مين؟ عيد ميلاد النونة. نونة؟ عيد ميلاد كتنب. ها فصل رسمي أيمن. وين؟ هاي ادخل هنا. يلا يا جماعة اسمعوا. بدي أرسم رسمة تمام؟ وإذا علم فلسطين. ها؟ علم فلسطين. علم فلسطين، اللي بيحب فلسطين يحط لايك. لكنه مدمر. الله ينصر أهل فلسطين. نعم. هاي بدي أضبط العلم. لأنه في ناس مخرب في العلم. ما أدري لا هيك صار غلط. لون أخضر بدنا. وين اللون الأخضر؟ هاي الحين بدنا أسود أبيض. أنا أحب فلسطين للغاية. وأنا يعني هيك 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 أفضل صح؟ نعم. هو هيك تمام إن شاء الله. الآن ارتحت. أوكي هيك ارتحنا. يلا خلونا هون نرسم رسمة. نعم. هناك هناك أنا مملوكة لك. هناك. شو يقول هذا؟ هي. على فلسطين أيضا. على الأردن لا لأن هنا يوجد. لا لماذا هذا؟ فلنرسم على بالأردن. تعالوا على هذا نخرب رسمته. نعم. الألوان لا أحبها. رجل كيف رجل يا بلا مسحوق رجال كم شو تقول؟ ها؟ لغة صينية؟ أنا أكبر رسام في العالم. ماذا ستقول؟ سوف أرسمك. ابو صلعة صلوع. يلا نركب معاه نركب معاه. ناخذها ناخذها منه. شو تقول؟ شكرا انك ترسمها. يلا انا كاتناب الشرير. هل ستخاف؟ انا الاستاذ ينط. سوف ازور منزلك يا نور. تخيل يكون اسمها نور عن جد. اذا هربت يكون اسمها نور. انها تقفز. انها مصدومه كانها مصدومه. شكله اسمها نور. توقفت توقفت توقفت. رجعت نور. خلاص بدها تعمل حالها. قال انه مو ايمن ارسم هنا. خلاص يا جماعه اعملوا لايكات كثير. صرنا 15 دقيقه. اذا بدكم نكمل في هذا الماب اكتبوا لي في الكومنت. اذا بدكم نلعب ماب ثاني برضو اكتبوا لي في التعليقات. تمام يلا بو.